الفريق الوطني له الدعم راهم يحاولوا يحطموه، يحاولوا يمسوا المعنويات تاع سيب الماضي، وماش غير هنا داخليا، في بعض العناصر الداخليه ولكن جايه ما هاك لي سيت نتاعهم كاع مسخرينهم يعني خلق مشاكل للجزائر بالشيء اللي قدرت عليه. كون صابوا حتى هذا النو هذه اللي عطاها لنا المولى عز وجل كون صابوا السحاب داوها جهه اخرى، ولكن خليهم اللي يتمنى خليهم يتمنوا. الفريق مليح، الفريق ان شاء الله ان شاء الله يتاهل ان شاء الله. هذا اللي هاجمني نهاجمه، مابقاش هذين اللي ضربني في سفعان مدلوا الحنك الاخر. الند للند مهما كنت كبير صغير متوسط دبر راسك تمسني نمسك. حاجه اللي ناسف عليها في العلاقات القديمه الجديده بين المغرب والكيان، ناسف لاول مره منذ 1948 لما تخلق الكيان هذا وزير من هالكيان يجي بلد عربي ويهدد بلد عربي واحد اخر، خزي وعار. انت عندك 160 170 تقول لي راه طلعت، احمد ربي ليه ما احمدش ربي؟ راه ما يرضيش، ولكن ما يتكلموش علينا لان الجزائر مقررين ان الجزائر ابدا ما تبقى المثل ايجابي، تذكرها بسلبيتها فقط. حتى التلفزيونات الغربيه راكم شفتوا كاش نهار تكلموا على التجربه تاع فلاح، تكلموا التجربه هذه تكلموا ما كانش الا راه فلان دخلوا الحبس، فلان ضربوه، فلان هذه فلان هذه. بينما الدول الاخرى شعب مقهور جايع ما تكلموش عليه خلاص. هنا أنا في خطة لتركيع الجزائر وتركيع. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك. أنا نحذر المواطنين من هالفيسبوك، جاي من دولة ما تبغيناش الخير، ولكن نقول لهم ما ديروش على الإشاعات، راهم العلماء نتاعنا في الدين صرحوا الفتاوى وهذا. واش أنت تجي واحد يقول لك فيها راك عارف شكون هذا؟ راك عارف أولا لكن من الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني ولا الجنس الفلاني يعرف ولا كان كيف انت الكلام اللي يقولوا لك الناس الاطباء نتاعك هذا ما تديرش عليه ودير على فيسبوك فيس واحد انونيم ماكش عارف ماكش عارف وما باغي لكش الخير سي سير ما حبلكش الخير. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف في المحيط نتاعنا اذا كان دولة اللي مازال لها قدرات في التسديد هي الجزائر، ولا واحد يسال واللي يسال يخلص ويمشوا يستثمروا في اماكن اخرى لان ما كانش سلطه ما كانش كذا. في بعض الدول ماش بعيده علينا يستثمروا فيها لان ممنوعه فيها النقابه، يدير لك مصنع ممنوع دير لي النقابه، قال داكور يدخلوا ويطرد ويدير واش بغاه وهذه وهذه. هذه الجزائري ما يقبلها والدوله الجزائريه ما تقبلها. انت تتكلم قد